السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا حلقة جديدة خاصة وحصرية لطلبة الثانوية العامة والأزهرية، تابعوا معانا. طبعا احنا في اخر السنة، وواجه لطلبة الثانوية العامة والازهرية بعض المشاكل وسألوني بعض الاسئلة. اول حاجة بيقول لك ايه هو حال الاكتئاب اللي بيجي للواحد في اخر السنة دي. طبعا الناس اللي شغالة من اول السنة وبتذاكر وما شاء الله ربنا يعينهم ويجيبوا مجموع كويس ويديهم على قدر ما تمنون واعلى ما تمنون، يرزقهم باعلى الدرجات يا رب، بيوصلوا في المرحلة دي بيوصل لهم حالة الاكتئاب. وحالة الاكتئاب ده خاصة بتيجي مثلا في شهر 12 او 1 او 2، يعني بتيجي في متوسط 3 شهور دول، لان الفترة دي بيبقى خلاص الطالب زهق من السنة الطويلة دي وبيكرر وبيعيد في المواد بتاعته وبيزهق طبعا من تكرار الدروس كل يوم وكده يعني. فربنا يعينكم والله صراحة، بس ما عليك انك تتوكل على الله وتغير من نظام المذاكرة بتاعك. يعني مثلا ان كنت مثلا بتذاكر مثلا في الأوضة، مثلا ذاكر مثلا في البلكونة، ذاكر مثلا بره، ذاكر مثلا في حتة هادية جو رايق، مثلا اشتري لك ادوات جديدة، اشتري لك مثلا كشكول جديد يفتح نفسك للمذاكرة، اشتري لك مثلا تيشيرت، اشتري لك مثلا بنطلون جديد، اشتري لك، غير من نظام الأوضة بتاعتك، غير من نظامك، وانت ان شاء الله هتحس بفرق، هتحس بنعمة، هتحس بجو روحاني جميل. وقبل ما تبدأ مذاكرة لازم تصلي، لازم تصلي لك ركعتين، لازم تصلي وتعبد ربنا، ولازم تدعي كتير. من اساس النجاح اللي هو الدعاء، اساس النجاح الدعاء، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ادعي ربنا انك تنجح، ادعي ربنا انك تجيب اعلى الدرجات، ربنا مش هيخيب ظنك. قبل ما تبدأ المذاكرة قول الدعاء اللي الرسول قالك عليه: اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك، إنك على كل شيء قدير. وبعد ما تنتهي من المذاكرة قول: اللهم إني أستودعك ما قرأت، أستودعك وأستودعتك ما قرأت وما فهمت وما حفظت، فرده إلي عند حاجتي إليه، إنك على كل شيء قدير. تاني حاجة، تاني سؤال معانا، واحد بيقول حاسس إني مش هجيب مجموع السنة دي وأنا قلقان وخايف ومكتئب اليومين دول بسبب التفكير ده. طبعا التفكير دي من تفكير الشيطان. والله من تفكير الشيطان. الشيطان مش عاوزك تفرح، الشيطان ما بيحبش يشوف الناس فرحانة. ربنا بيحب يشوف الفرحة في وجوه الناس، عشان كده الشيطان مش عاوز حد يفرح، مش عاوز ربنا يبقى يفرح اللي انت فرحان. فلازم لازم تعدي من المشكلة دي وتدعي ربنا، وبدل اللي انت عملت اللي عليك هتجيب بزيادة والله. تالت سؤال معانا، قالك انا زهقت من المذاكرة اعمل ايه؟ طيب زهقان من المذاكرة يبقى انت مثلا بتذاكر غلط، او بتذاكر بطريقة مملة، او بتذاكر في جو مش مساعدك على انك تذاكر. انا عاوزك مثلا قبل ما تذاكر تنفس تنفس الله، يعني تاخد نفس عميق الله وتطلع بكلمة الله وترتاح، وعاوزك تسمع الهوى اللي ماشي جنبك. لازم تتنفس تنفس الله وتغير من طريقة المذاكرة بتاعتك. يعني مثلا انت مثلا مش جاي لك نفس تذاكر، انا معاك ما تذاكرش، بس قول مثلا انا عاوزك اهو يا عم ما تذاكرش، انا بقول لك اهو ما تذاكرش، بس ايه، امسك الكتاب هات بس العناوين، اقرأ العناوين بس، يعني مثلا هات درس كامل اقرأ فيه العناوين بس، وتحت بس كل عنوان كلمة صغيرة بس كده اهو. يعني مثلا لو جالك العنوان ده في الامتحان تعرف مثلا تكتب الكلمة دي بس،
انا يبقى انا عاوزك بس تحرف العناوين وكلمة بس تحته بس وخلاص، يعني وقت ما كنت زهقان اعمل الملحوظة اللي انا قلت لك عليها ده هي بس. بعد كده مرة في مرة هتقول انا بقرأ كده على الفاضي بقى ملهاش لازمة، طب مذاكر بقى وخلاص. واهم مذاكرة عندك لازم اللي هي التكرار، اهم حاجة التكرار واهم حاجة الكتابة، يبقى التكرار والكتابة، التكرار والكتابة. طبعا انت ما توصل في المرحلة اللي هي الاخيرة دي مش هيبقى يجالك نفس تكتب. طيب كرر، ذاكر بصوت عالي، سمع الناس اللي حواليك. رابع سؤال معانا، واحد بيقول طيب انا ما عنديش مشكلة في الحاجات دي بس انا مش عارف اذاكر امتى. تمام، في ناس بيرشحوا يقول لك ذاكر الفجر، وفي ناس بيفضلوا ان هم يذاكروا بالليل، وفي ناس بيفضلوا ان هم يذاكروا العصر. في 99 من المعلومات يقول لك ذاكر الفجر ذاكر الفجر ذاكر الفجر. ايه علاقة الفجر انك تذاكر ذاكر فيه؟ انا مش فاهم. بس ذاكر في اي وقت انت حابب فيه، يعني في ناس يقول لك انت بتصحى من النوم يبقى مخك ما فيهوش حاجه فتعرف تذاكر فالمعلومات تثبت، دي ملحوظه حلو. طيب في ناس بتصحى من النوم بتبقى مش مركزه، في ناس بتبقى دايخه شويه محتاجه مثلا ساعتين ثلاثه ساعه 10 ساعات عشان تفوق، فدي اما ييجوا يصحوا يذاكروا هل المعلومه هتثبت زي ما يفوقوا وبعدين يذاكر؟ طبعا لا. طيب واحد يبقى جبت السؤال ده، ذاكر في اي وقت انت تحبه، ذاكر في اي وقت مخك يستوعب فيه المعلومات. خامس سؤال معانا بيقول لك انا مش عارف اذاكر كام ساعة في اليوم. طبعا من الاساطير الفاشلة اللي هو يقول لك انا بذاكر 6 ساعات، انا بذاكر 5 ساعات، انا بذاكر 12 ساعة. طبعا مفيش حاجة من دول بتحصل، يعني مثلا الناس اللي بتذاكر 12 ساعة دول اقصى استفادة منهم بتبقى 2 3 ساعات وكفى الله ممنوع القتال. طيب اذاكر كم ساعة في اليوم؟ قلنا طبعا مفيش حاجة اسمها كده. انت مثلا حدد الايام بتاعتك بالمواد، يعني مثلا قول هذاكر مثلا يوم السبت كيمياء، يوم الحد احياء، يوم اللي معرفش ايه هذاكر مواد عربية، يوم اللي بعده هيبقى مواد شرعية، يوم اللي بعده هيبقى فيزياء، يوم اللي بعده هيبقى كذا. فاحدد الايام بتاعتي بالمواد وليس بعدد الساعات. يبقى اني مثلا بكرة السبت اهو هاخد بكرة السبت انا هذاكر فيه كيمياء، يبقى اما يجي بكره السبت يبقى انا ما عنديش الا الكيمياء دي، اخلصها بقى الصبح، اخلصها الظهر، اخلصها العصر، اخلصها بالليل، في اي وقت انا عاوزه، بس المهم ان الماده دي تخلص معايا النهارده. سادس سؤال معايا بيقول لك انا ما بعرفش احفظ العناصر اعمل ايه؟ والله في اختراع اسمه مخطط ذهني، المخططات الذهنيه، عليك بالمخططات الذهنيه، فدي بتجيب معاك جدا وبتخش الامتحان. لو جالك السؤال في العناصر دي بتبقى الصوره قدامك كامله كده اهو، بترص الكلام بتاعك. او مثلا خد مثلا من كل عنصر اول حرف وجمع كلمه انت حبيبها، جمع كلمه مش شرط يكون كلمه لها معنى. واحد بيقول انا مش عارف احفظ ولا افهم في الفتره اللي احنا فيها دي. طيب اولا لو انت بتسمع اللي بيسمع الفيديو دي، احنا في اول السنة، افهم على قد ما تقدر. طيب لو انت ايام الامتحانات اللي هي الفترة مثلا اللي هي من اول شهر 2 وانت رايح للامتحان، يبقى لازم تحفظ، تلغي معدل الفهم بتاعك دي وتبدأ تحفظ. الناس اللي بتيجي ايام الامتحانات يقعدوا يسألوا في اسئلة غريبة، لا كنت تسأل او تفهم من اول السنة. امال الفترة بتاع الامتحانات دي حفظ، كلها حفظ، اعمل لك كوباية بن مسكرة وحلوة كده وابدأ احفظ المواد اللي عندك، الغي معدل الفهم بتاعك دي خالص. لو انت كنت عاوز تفهم افهم من اول السنة. السؤال التامن بتاعنا، واحد بيقول اصحابي عاملين جروب للمذاكرة اشترك معهم؟ طبعا لو زمايلك عاملين جروب للمذاكرة لا ما تشتركش معهم الا مثلا تحت اشراف المدرس. السؤال التاسع معانا، الفترة الاخيرة دي اذاكر ولا حل امتحانات؟ طبعا 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 الاجابة بتاعتي حل الامتحانات، حل الامتحانات، حل الامتحانات،
حل الامتحانات ده هو من اهم حاجه من المذاكره. حل الامتحانات اهم حاجه من المذاكره. يعني الناس اللي ما ذاكرتش لو جابت بس امتحان شافت بس الاسئله اللي فيه وبعدين ذاكرت لاي معدل الاستجابه بتاعته بتبقى اعلى من اللي كان بيذاكر في اول السنه وبعدين يحل الامتحانات، معدل استيعابه للمعلومه بيبقى اسرع. طيب ايه الطريقه الصحيحه؟ السؤال العاشر بيقول لك ايه الطريقه الصحيحه لحل الامتحانات. طيب انا ما اجي احل الامتحانات محلهوش على طول كده اجابه دي كذا موجوده كذا في كذا في كذا في كذا، لا اجيب مثلا السؤال بتاعي اقراه كويس وبعدين اطلعه من الكتاب، بعد ما اطلعه من الكتاب اقرا العنصر اللي قبله والعنصر اللي بعده. تقريبا معظمها بيبقى 75% من السؤال اللي بيجي فيه امتحان معظمهم بيبقى المعلومة اللي فوقها او اللي تحتها بتبقى مهمة زيها. طيب كده خلصنا المعلومات بتاعتنا، لو عندكم اي سؤال تاني تقدروا تحطوه في كومنت ونجاوبكم عليه في حلقة تانية. وبكده خلصنا حلقة اليوم، نشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.